السلام عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم الروبوتك باستخدام شريحة الـ ESP32. الحلقة دي كتير من الناس سألوا عليها، وهي كيفية التحكم في تشغيل وإطفاء الليد عن طريق شبكة الواي فاي والبوش بوتون في نفس الوقت. النهاردة هنرد على السؤال ده بعمل تطبيق التحكم في مصباح 220 فولت أو ليد باستخدام موقع ريموت مي، وهو التحكم بواسطة زر التشغيل وكمان ويب سيرفر، وكمان تقدر تستخدم شبكة الواي فاي جوه المنزل بتاعتك في نفس الوقت ومن أي حتة في العالم. تعالوا بسرعة نشوف طريقة التوصيل والبرمجة. طبعا توصيل التطبيق النهاردة في غاية البساطة، وتعلمناه تطبيقات كتير قوي على شريحة الأردوين وعلى شريحة الـ ESP كمان 32، وهو انت ازاي تقدر تحط البوش بوتون والليد على شريحة ESP2. بكل بساطة طبعا قلنا هتوصل بالنسبة للليد، هتوصل الطرف الموجب مع اي نقطة ديجيت اللي هي تقريبا، قلنا طبعا عشان تقدر تحدد الارقام اللي على الـ ESP انا طبعا بحطها على البريد بورد مترقم عندك هنا من 0 لغاية 20، فانا حطيتها على البن المكافئة الرقم 5. تمام كده يا جماعة، وموصلها دايركت على الطرف الموجب للليد، والطرف السالب وصلته على الجراوند المشترك في البريد بورد، وهو هنا وصلت بعد كده الجراوند في البن اللي هي بمعاد الرقم 6 على البريد بورد في شريحة الـ ESP. ده كده بالنسبة للليد. وانا هنا طبعا محطتش برضو مقاومة، في ناس طبعا بتحط مقاومات في شريحة الـ ESP32، بس انا مفضلش احطها. ليه؟ لان خارج الـ ESP2 زي ما احنا عارفين 3.3 فولت مش 5 فولت، فالفولت ده مش هيضر الليد في حاجة، لكن لو انت هتشتغل على الاردوينو طبعا لازم تحط مقاومة 330 اوم قبل الليد عشان خاطر تقلل لك الفولت 5 فولت لغاية تقريبا بمعادل 3 فولت، وبحيث يكون سيف على الليد والليد بتاعتك ما تتحرقش بسرعة. بالنسبة للبوش بوتون، احنا هنا البوش بوتون زي ما تعودنا برضو في الدروس اللي فاتت ان احنا لما بنيجي نوصلها بنوصلها مع مقاومة 10 كيلو، ودي طريقة كنا بنقول طريقة البول داون ريزيستنس، بس هنا النهاردة هنوصلها بطريقة البول اب. والبول اب دي معناها ان انت ممكن توصل البوش بوتون من غير اي مقاومة، بحيث ان انت بتيجي توصل الديجيتال بين اللي هتطلع السيجنال تمام لنقطة البوش بوتون. وقلنا جماعة خلي بالكم ما توصلش نقطة الجراوند مع البنات او الرجل. طبعا هنا البوش بوتون فيه 4 ارجل، دايما الرجلين اللي في وش بعض دول هم بيبقوا دايما متوصلين مع بعض، حتى لو شفتوا هنا على البريد بورد هتلاقي هنا متعلمة بالهايلايتد باللون الاخضر، معناها ان هم كلهم في اي وقت متوصلين مع بعض، فما ينفعش انت توصل على النقطة دي. فانت لو هتوصل على الرجل دي لازم توصل الجراوند على الرجل المقابلة ليها اللي هي الناحية التانية، او الرجل دي، الاتنين دول مش متوصلين مع بعض، او الطرفين دول مش متوصلين مع بعض لغاية ما انت بتيجي بتعمل بوش بوتون. كده يا جماعة الطريقة سهلة في التوصيل. طيب التطبيق ده انا ممكن اعمله بتوصيل ليد عادية اللي هي الخمسة فولت دي، او طبعا في ناس كتير سألوني ان انت ممكن كمان تستخدم التوصيل اللي انت تتحكم فيه الليد ال 220 فولت. طبعا وده التطبيق اللي ناس كتير بتطلبه اكتر، اللي انت تتحكم فيه ريلي والريلي يتحكم فيه الليد ال 220 فولت، وده عن طريق ايه؟ نفس التوصيل بتاعك بالظبط هو هو، ولكن السيجنال اللي خارجه اللي كانت رايحه للليد هتروح على ريلي. نفس التوصيله هي هي بالظبط، ولكن الفرق الوحيد اللي انت عندك السيجنال ده انا خدتها بدل الليد وصلتها على الريلي عشان خاطر لما ديك يدوش بوش بوتون يدي السيجنال على الريلي مش على الليد زي ما احنا شايفين هنا. انا بص هنا السيجنال طلع على الليد، لا هنا السيجنال هتبقى طلع على الريلي. والريلي طبعا قلنا الطرفين التانيين بتوعه هيتوصل بال 3.3 فولت، والطرف التاني مع الجراوند، وطبعا الطرف التالت ده هو السيجنال اللي احنا قلنا عليه تمام. والطرفين التانيين طبعا قلنا واحد اسمه نورمال اوبن ونورمال كلوز، فدايما انا هوصل مع النورمال اوبن عشان خاطر لما الريلي يجيله سيجنال يوصل لي ال 220 فولت. لو انت بصيت على طريقة البرمجة قلنا هنستخدم موقع ريموت مي دوت او ار جي تمام. الموقع ده في غاية الجمال، فيه شوية تطبيقات سهلة وبسيطة.
طبعا هو ده التطبيق اللي احنا هنستخدمه، اللي هو بيقول لك تقدر تعمل send notification to your application at Android. طبعا التطبيق ده انت مجرد هتيجي تخش عليه هنا، وده الجميل في التطبيق ده، وهو هنا بيقول لك هنا المكونات اللي انت هتستخدمها، يا اما ESP32 او ESP8266، وهتستخدم ليد، وقلنا ممكن تغير الليد ده وتجيب مكانه ريلي عشان تتحكم في 220 فولت، وادي البوش بوتون بتاعنا اللي احنا هنستخدمه. بكل بساطة هنا بيقول لك طريقة الكونكشن، انا اوريدي عملناها طريقة الكونكشن بطريقة اوضح على برنامج فريزنج. هتيجي هنا كل اللي انت هتعمله، هتكتب شبكة الواي فاي عندك في البيت، وهتكتب الباسورد بتاعها تمام، وهتختار الشريحة اللي انت هتستخدمها. انا هستخدم شريحة الـ ESP32، هنقول next next، وكده انت بالطريقة دي انت كده خلصت. هتيجي تقول اقول build project، ادي كده البروجكت هتخلص بكل سهولة، مش محتاج اي حاجة. كل اللي هتعمله دلوقتي عندك الكود اهو، هتعمله داونلود، ولما بيجي يعمل لك داونلود بيقول لك خلي بالك لازم في لايبراري معينه لازم تكون منزلها، لازم تكون منزل اللايبراري دي ريموت مي وريموت مي يوتيليتيز وريد بوتون وريد تايمر. طبعا هتنزلهم ازاي؟ طبعا مثلا هتاخد ده كده كوبي، وهتفتح الاردوينو سوفت وير، وبتيجي على سكتش تقول له مانج لايبراري، وبتعمل عليه سيرش هنا، بتيجي تكتبه كده. انا اوريدي هنا طبعا عملت له انستول اهو ريموت مي، وفي ريموت مي يوتيليتي برضو نزلته، وهتيجي برضو بعديها هتدور على الريد بوتون بنفس الشكل، هتلاقيه برضو موجود، برضو انا نزلته هنا انستول. تمام يا جماعه، يبقى بعد ما بتنزل هنا السوفت وير بتاعك لازم تنزل اللايبراري دي كلها. طيب بعد كده بتيجي تعمل هنا اوبن، بتيجي تعمل هنا اكستراكت، تفتح الفايل، هتلاقي عندك هنا ادي كده الكود بتاعك جاهز، مش محتاج تعمل فيه اي حاجه، بس الحته الوحيده اللي انت بس محتاجها تشيك عليها هي هنا البوتن موصله بالبن رقم 1، وهو هنا طبعا ما فيش في الاي اس بي دي 1 تمام. فانت بتيجي خلي بالك يا جماعه لازم تيجي تمسح كلمه دي 1 دي، يعني انت كده موصل في البن رقم 1 تمام. وهنا برضو في الدي 2 موصل هنا الليد في الدي 2، طبعا هو موصل على بن 2 انا موصل على بن، فانا باجي بمسح الدي، وكمان هنا بتمسح الدي بالشكل ده، انت كده بقيت مطابق، الكود بتاعك مطابق لشريحة الـ ESP32. بعد كده تعمل داونلود، طبعا تيجي هنا ما تنساش دايما تختاروا شريحة الـ ESP32 بالشكل ده، وتتأكدوا من الكوم لاين، وتيجي تعمل انستول. بعد كده نبتدي ندوس 001 عشان خاطر نعمل داونلود. بالشكل ده احنا نزلنا السوفت وير. هنيجي نعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي نفتح الويب سايت، طبعا احنا خلاص نزلنا كل اللايبراري، هنقول له اوكي وهنقول له كلوز. انت بالشكل ده لو رحت على ديفايس هتلاقي عندك اوريدي اتعمل لك الببلش بتاعك اللي هو ESP32 ببلش 1 اوريدي كونكتد اهو مع الواي فاي، وفاضل لنا الويب سايت. لو انت جيت فتحت هنا الويب سايت وجيت قلت له open a new tab، هيطلع لك دلوقتي تاب جديدة فيها الليد اللي انت ممكن تتحكم فيه الليد عن طريق شبكة الواي فاي بتاعتك او من اي مكان في العالم لو انت دخلت بالحساب بتاعك من موقع ريموت مي. لو كده بصيت هتيجي تعمل ليد، هتلاقيها نورت اوف تمام بالشكل ده. طيب ولو انا جيت برضو دوست على البوش بوتون هتلاقيه بيطفي الليد، وفي نفس الوقت بيعمل ابديت للويب سايت لوحده، يعني انت ممكن تيجي تولع من هنا وتطفي من الويب سايت تمام. يبقى كده عندي مالتي اكشن
في نفس الوقت، وكمان بيعمل الجميل بيعمل ابديت للويب سايت اوتوماتيك. طيب افرض لو انا عاوز اتحكم عن طريق الموبايل هعمل ايه؟ عن طريق الموبايل طبعا هاجي هنا، هاجي بقى افتح اندكس، حاجه اقول له جيت النويز لينك. لو انت جيت بصيت هيطلع لك هنا باركود، الباركود ده انت هتفتحه باي برنامج عندك بيقرا الباركود على الموبايل. لو جينا هنا بالشكل ده اهو البرنامج ده انا هستخدمه هقرا بيه الداتا، حاجه اقول له اوبن. اول ما هتفتحه يا جماعه هتلاقيه يبتدي يحمل الويب سايت، وخليه يعمل لك الاو. طبعا هيطلع لك لو انت اول مره هتستخدم البرنامج، فخليه هيسالك تعمل الاو للنوتيفيكيشن، اعمل له الاو عشان خاطر يقدر يجي لك نوتيفيكيشن لو اي حد غير او داس على البوش بوتوم ده، هيجي لك على طول مسج هنا الارم ان في البوش بوتوم اتغيرت. لو كده بصيت هنا دوست ليد هتلاقيه بينور عندك هنا اهو، وممكن تدوس من هنا هيعمل برضو ابديت بالشكل اللي احنا شايفينه، وكمان هيعمل لك ابديت على الويب سيرفر، كلهم التلاتة في نفس الوقت. الجميل برضو هنا في الموضوع اللي انا هعمل معاك، اللي انا هوصل على هطفي شبكة الواي فاي وهوصل على الموبايل داتا اهو بالشكل ده، يبقى انا كده انا موصل على شبكة تانية خالص مش نفس شبكة الواي فاي بتاعت البيت، تمام. ولو انا جيت بصيت هنا فتحت الويب سايت تاني وجيت اتحكمت في الليد عليه برضو بيشتغل، يبقى انت لو انت اتوصلت مع اي شبكة باي واي فاي في اي حتة في العالم تقدر تتحكم في الليد. وبالشكل ده اكون خلصت درس النهاردة، يا رب نكون ضفنا معلومة جديدة، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.